فيلمنا بيبدأ بأول مشهد في مدينة نيويورك، وبنتعرف على ولد صغير اسمه ميلو، وكان عنده مشكلة في الحركة فكان بيبقى قاعد على كرسي متحرك على طول، وبالرغم من كل ده كان نفسه يبقى عالم فيزياء فلكية. وفي الوقت نفسه في مزرعة في ولاية ميسوري بنشوف راجل بيتكلم مع صاحبه في التليفون، وكان اسمه ريكي، وما خدش باله ان في طيارة بتقرب من بيته، وعشان كده ما عرفش يكمل المكالمة علشان الإشارة قطعت عنده. وكمان الإشارة ما قطعتش بس في المكان ده، دي راحت لأبعد من الولاية دي وبقت مشكلة عالمية. وبعد فترة صغيرة بنشوف طيارة بتوصل لمدينة نيويورك والسماء كلها مليانة ضباب، وكان في أسطول مركبات فضائية في السماء كلها. وعشان يواجهوا الحدث الغريب ده بدأت القوات العسكرية تجهز نفسها، وعرفوا المواطنين إنهم لازم يستخبوا في حتة أمان وما يطلعوش من البيوت. وبدأت الصحافة تتكلم إن في غزو فضائي على الكوكب، بس محدش لسه عارف النوايا بتاعت السفن دي. وبعد كده بنشوف إن المشرف الفضائي بدأ يوجه رسالة من على كل الشاشات، وحتى حاول يسيطر على عقول شوية من البشر عشان يقول لهم إنه موجود على كوكب الأرض علشان يساعد أبناء الأرض ويمنع المرض والجوع، وإنه مش جاي بقى عشان يحتل الكوكب، بالعكس ده عنده خطط هتساعد البشرية كلها إنها تتغير، وأكد لهم إنه مش هيبقى في ظلم تاني بعد كده يعني، وإنه هيكون في قوانين جديدة، وبيفكر يسمي كوكب الأرض باسم جديد وهو يوتوبيا. وفي الأيام اللي بعد كده كوكب الأرض بدأ يتغير زي ما الفضائيين وعدوا، وبدأ العرب والأجانب وكل الأشخاص يتحدوا مع بعض أكتر من الأول. وحتى كان في اجتماع وعرفوا ان الحروب اللي كانت بين الكونغو والسودان وكوريا لسنين كتيرة خلاص خلصت. وفي ليلة من الليالي بنشوف ريكي وإيلي حبيبته وهو يعني بيستعدوا عشان يناموا، وساعتها بدأت كل الأجهزة الإلكترونية تتعطل في بيتهم والشقة بقت تتحرك زي ما يكون في زلزال، وحاولوا ياخدوا الكلب بتاعهم ونزلوا الدور الأرضي. وبعد فترة كان في ضوء غامض جاي من سفينة فضائية وبدأ بيتهم يتفكك ببطء، وده اللي أجبر ريكي إن هو يخرج من البيت. وساعتها فتحت السفينة بابها علشان ريكي يدخل جواها، ووافق ريكي إن هو يعمل كده على شرط إنهم يسيبوا عيلته في حالها. والرد بتاعهم إن السفينة بدأت ترجع بيتهم تاني زي ما كان، وأخدوا ريكي وطاروا بعيد. وفي مكان تاني بنشوف إن بقى في حواجز عسكرية في كل حتة، ودايما في سفينة فضائية في المكان، وبنشوف ان في مجموعة كبيرة من الناس المريضة والمعاقين بيحاولوا يعني انهم يشقوا طريقهم للمنطقة المحظورة. ووسط كل ده في واحدة ست كانت مع طفلها المريض وحاولت يعني ترفع ابنها لفوق وتقول الفضائيين عالجوا ابني مالوش غيركو. وفي تاني مشهد بنشوف ريكي وهو في فندق فور سيزونز في مدينة نيويورك، وعرف انه في الفندق ده عشان افتكر ان ده نفس شكل الأوضة اللي احتفل فيها مع مراته في شهر العسل زمان، ومراته اسمها أنابيل بس هي ماتت من كذا سنة. وبعد كده بدأ ريكي يسمع صوت غريب جاي من الأوضة، والصوت ده عرف نفسه على أنه كارين، واقترح أنه عايز يستخدم ريكي أنه هو يكون وسيط بينهم وبين سكان الأرض. وساعتها عمك ريكي كان مرتبك جدا ومتردد، واقترح عليه أنه يشوف حد تاني سياسي ويكون مناسب للدور ده أكتر منه، لكن الصوت قال لريكي أنه هو أنسب شخص للمهمة دي وإن هو واثق فيه. وبعد كده الكائن الفضائي قدم له جهاز متطور بتكنولوجيا غريبة جدا، والجهاز ده ريكي ما كانش عارف إيه فايدته. وفي الوقت ده الحكومة عرفت إن الفضائيين أخدوا ريكي، وعشان كده في عميل سري أمريكي اسمه بول دانلو راح يزور مزرعة ريكي عشان يعرف معلومات أكتر عن اللي حصل. وفي الوقت اللي عميل وصل كده هناك فيه كان في صحفيين كتير في كل حتة، وبالصدفة في نفس اللحظة السفينة الفضائية وصلت ريكي للمزرعة ومشيت. وبعد كده بدأ بول يحاول يعرف معلومات من ريكي، وساعتها شاف الجهاز الغريب الفضائي ده اللي كان معاه وأخده منه، بس ساعتها ريكي اتضايق وبدأ كده ان هو يقاوم وكان عاوز الجهاز، بس بول هدده بالسلاح بتاعه، وساعتها ريكي بدأ يهدى ويسكت. وساعتها بول وريكي حاولوا يشغلوا الجهاز ده وفتحوا الغطاء بتاعه، وفي نوع من القوة الغريبة بدأت تتنشط، والنتيجة كانت إن الطفل الصغير المريض اللي كان بيعيط قبل كده صحته بقت كويسة بشكل غير مفهوم. وبعد ساعات بنشوف إن في تقارير بتيجي من أنحاء العالم وإن نفس المرض اللي كان عند باقي الأطفال بدأ يختفي،
وساعتها الحكومة أخدت ريكي على البيت الأبيض اللي فيه كل السياسيين، وبدأ يعرفوا أنه ما يعرفش يعني فايدة الجهاز، بس الفضائيين اختاروه عشان يكون وسيط بينهم وبين سكان الأرض. وساعتها بدأ يبقى فيه ضغط من الصحفيين عليه، وبدأ يسألوه أسئلة كتير جدا، وحاولوا يعرفوا لو هو شاف شكل الفضائيين أو يعرف يوصف ملامحهم، بس ريكي ما كانش عارف يقول أي حاجة وفضل ساكت. وفي تاني مقابلة مع الفضائيين بدأ ريكي يطلب من الصوت اللي كان بيكلمه يعني أنه هو يكشف عن نفسه وأنه عاوز يشوفه، بس الصوت قال له أن البشر لسه مش مستعدين عشان يشوفوا شكله. ومع مرور الأيام بدأ يبقى في اجتماعات كتيرة بين ريكي والفضائيين، وكان بينقل للصحافة كل حاجة زي ما الفضائيين بيقولوله، وقال لهم على كل الخطط والطموحات اللي عندهم، والحاجات دي هتخلي يبقى في سلام عالمي في المستقبل. وبعد كده بنشوف ريكي بيتكلم مع إيلي وبيقول لها إن الاجتماعات اللي بيعملها مع الفضائيين بتحصل في الفندق اللي كان بيقضي فيه شهر العسل مع مراته، وإن هو حزين جدا عشان بدأ يفتكر كل الذكريات الحلوة هناك، بس هي بدأت تحس بحزن عشان شافت ريكي لسه متأثر بمراته اللي ماتت، وعلشان هي كمان بتحبه جدا بس تجاهلت مشاعرها، وبدأت تشجعه على اللي بيعمله. وفي 6 شهور بنشوف إن الحكومة نجحت تقضي على الحرب والجوع والفقر في كل العالم، بس برضو الحكومة لسه شاكة ان ممكن الفضائيين يكون عندهم نوايا خبيثة ناحيتهم، زي مثلا ممكن يبقى فيه غزو بعد كل ده ويغفلوهم يعني. وبعد كده بدأت تبقى فيه مظاهرات في الشوارع علشان في ناس كتير خايفة، وبدأ ريكي يقول كل المعلومات دي للفضائيين وحاول مرة تانية يقنعهم يكشفوا عن نفسهم عشان عاوز يشوف شكلهم. وساعتها الفضائي قال له إن هو يكشف عن نفسه بس مش دلوقتي، وإن هو عنده خطة عشان يعزز الثقة بتاعت الناس أكتر. ومن ناحية تانية بنشوف ميلو وهو بيحاول يجمع معلومات أكتر عن الفضائيين، وبيحاول يعرف كل التكنولوجيا اللي بيستخدموها، واستخدم يعني الذكاء عشان يكتب مقالة عنهم، وده اللي خلاه ياخد منحة دراسية كاملة مجانية في مدرسة جديدة. والبحث بتاعه بيقول إن الفضائيين متقدمين عن سكان الأرض بحوالي 30,000 سنة من التكنولوجيا يا جماله. وفي ليلة من الليالي بنشوف ليلو وهو شايف أمه بتشتري شوية حاجات من تاجر محلي، وبتشتكي من البضاعة بتاعته، وساعتها طلبت إنها تاخد فلوسها تاني، بس التاجر ضربها وطلع المسدس بتاعه وهددها. وساعتها حاول مايلو يتدخل ويواجه التاجر، وحصل جدال شديد بينهم، والموقف بقى صعب جدا، والتاجر اتوتر وضرب مايلو بالمسدس في صدره. وبنشوف إن في قوة غامضة قتلت التاجر، وفي الوقت ده مايلو رجع للحياة تاني بكل أعجوبة. ومش بس كده، ده كمان بقى يعرف يمشي تاني زي زمان. وبعد كده في ولاية ميسوري بنشوف ريكي بياكل مع حبيبته، وهي بدأت تعبر عن إنها متضايقة من كل حاجة بتحصل حواليها، وحاسة إن الفضائيين فاضيين وبيلعبوا بيهم، وكمان مأثرين على ريكي ومخلينه متأثر جدا بمراته اللي ماتت، مع إنه كان خلاص يعني تعود على موتها. وطلبت منه إن هو ما يقابلش الفضائيين دي تاني، ولا يبقى وسيط ويعيش في سلام بقى زي باقي الناس، بس هو كان مصمم ان دوره صعب جدا ومهم، ولازم يخدم بلده يعني عشان العالم يبقى احسن من الاول. وبدات ايلي تحس انها قليله يعني في نظره، علشان مش عارفه تقنعه، وفي نفس الوقت نفسها تتجوزه ويخلفه، بس الفضائيين مأثرين على قراره وبيفكروا بمراته كل شويه. وفجاه الكلب بتاعهم قاطعهم وبدا ينبح كده عشان سمع صوت حركه تحت البيت، ونزل ريكي عشان يشوف ايه المشكله. ولما وصل ورا البيت ساعتها في حد ضربه على دماغه، ولما صحي شاف نفسه مع مجموعة غريبة خاطفينه، وهم اسمهم رابطة الحرية، ونقلوه على القاعدة العسكرية بتاعتهم، والمشرف عليها كان واحد اسمه هوجو. وبعد كده أخدوه على مكان أبعد تحت الأرض، وكان مكان ضخم جدا، وساعتها بدأ هوجو يقوله إن هو عاوز مساعدته عشان يدمر كل الحاجات اللي الفضائيين بيعملوها، علشان سكة ودغري كده هو مش واثق فيهم، وطلب من ريكي إن هو يشتغل معاه في الفريق بتاعه. وساعتها كان الفضائي حاول يفضحهم وجابهم كلهم على الشاشات قدام كل الناس في المدينة، وريكي رفض ان هو يشاركهم في الخطة الشريرة بتاعتهم دي. وساعتها بدأ هوجو يتعصب جدا، وبناء على كده واحد من الفريق طلع سلاحه وضرب ريكي بالنار. بس ساعتها في حاجة غريبة حصلت، وقبل ما الرصاصة تروح لريكي الفضائيين وقفوا الوقت حوالين ريكي، وفي اللحظة دي في باب اتفتح، وساعتها ظهرت أنابيل وبدأت تنادي على ريكي، ومع ذلك ريكي طلب منها انها تسيبه علشان هو عارف ان هو دفنها بنفسه ودفن ذكرياته معاها، وكان حزين جدا هو بيقول كده.
بس هو كان عاوز ينسى كل الحزن اللي عاشه زمان من غيرها. وبعد فترة صغيرة بنشوف ان ريكي رجع مزرعته وكان سليم وزي الفل، وفي تاني يوم بنشوف راح يحضر يعني اجتماع من الفضائيين، وساعتها الفضائي قال له ان هو اهتم بالفرقة دي بنفسه، وقال له ان الولايات المتحدة كلها هتتحد مع بعضها قريب جدا وكل الناس هتعيش في السعادة طول عمرها. وساعتها شكر ريكي وقال له انه خلاص مبقاش محتاج خدماته. وقبل ما ريكي يرجع ساعتها كده حاول ياخد صورة بنفسه للمراية، قال يعني الفضائي واقف ورا المراية وكده. وبعد كده رجع البيت وقال لي إيليا على كل حاجة، وقال لها ان هو صور الفضائي الصورة وعرفه هو ليه كان خافي شكله. وبعد كده بنشوف ان خلاص ريكي بقى حر اخيرا وقرر يبدأ بداية جديدة، واول حاجة يعملها ان هو يتجوز إيلي. وبعد كده عدى حوالي 15 سنة وبنشوف ان مايلو كبر جدا وتخرج من معهد ماستيشوسيستس للتكنولوجيا وشغال عالم فيزياء فلكية في الاتحاد العالمي، ودي حكومة جديدة في مدينة نيويورك. وبنشوف ان الفضائيين حققوا كل الانجازات على الارض والعالم اتغير جدا عن زمان، وقرر الفضائي المشرف ان هو يظهر نفسه اخيرا، وساعتها حاولوا يعملوا له حفلة في الملعب والناس كانوا متحمسين جدا عشان يشوفوا ملكهم الحارس. وبعد فترة قصيرة في سفينة فضاء نزلت في الملعب وفي طفلين دخلوا عشان يجيبوا الفضائي، وساعتها الناس اندهشوا جدا لما شافوه علشان شكله كان وحش احمر وعنده اجنحه. وبعد كده بنشوف ان عدى 4 سنين وبقينا في سنه 2035 والعالم بقى في عصر ذهبي وكل الجرائم والحروب خلصت تماما، وبقى في طاقه خضراء متجدده والناس كانوا مبسوطين جدا بيها علشان بسببها بقى في اكل وشرب كافي لمدى الحياه. وبنشوف ان خلاص برنامج ابحاث الفضاء ما بقاش محتاج ميلو، وكانوا هيبعتوه على جنوب افريقيا. وقبل ما يسافر حاول ان هو ياخد شويه بيانات موجوده في محركات الاجهزه الثابته بتاعه الشركه علشان محدش يعرف عنهم حاجه لحد دلوقتي. وفي ليله من الليالي بنشوف ريكي صحي من النوم وشاف شعاع من النور بره بيته، والمره دي عرف ان الفضاء جاله بنفسه تاني وراح له يعني للورشه بتاعته. وبدا الفضاء يعتذر عشان جاله في وقت متاخر زي ده، وقال له ان هيبقى في مصير جديد ومختلف لكوكب الارض. وبعد كده صحيت إيلي وسألته لو كان في مشكلة، بس هو قال ان الفضائي جه عشان يطمن عليهم. وبعد كده بنشوف المنظمة البحثية اللي موجودة في جنوب افريقيا والمدير بتاعها اسمه دكتور روبرت بويس، وبالصدفة كانت هي دي نفس المنظمة اللي ميلو هيشتغل فيها مع زميلته اللي اسمها راشيل. وفي يوم من الايام بدأت المنظمة دي تتهز كده زي ما يكون في زلزال، ولاحظ ان كل الحيوانات اللي في المختبر كانت مرعوبة. وبعد فترة بنشوف دكتور بويس راح للدور الارضي بتاع المنظمة اللي بناها الكائن الفضائي، وكان فيه هناك جهاز اتصال بيلمع شبه لوحة الويجا الكبيرة. وساعتها الدكتور فسر اللي حصل ده بإن الفضائي عاوز يتواصل مع حد فيهم. وفي وقت تاني بنشوف ميلو بيدور على الدكتور عشان يقوله إن الحيوانات مرعوبة من ساعة الزلزال اللي حصل وبقوا عدوانيين أكتر من الأول، بس الدكتور حاول يتجاهل يعني مخاوفه علشان كانت في حاجة تانية شغلة باله. وأخد ميلو وروح على أوضة كبيرة كان فيها تماثيل كتيرة لكل أنواع الحيوانات، وقال له إن هو كان بيعمل بحث على كل أنواع الحيوانات وبيبعتهم للفضاء عشان يشوف لو في حياة على كوكب تاني. وقال له إنه في نوع حيوان واحد بس اللي ناقص في المجموعة دي وبقاله كتير جدا بيحاول يوصله بس مش عارف يلاقيه. وفي نفس الليلة بنشوف إن الفضاء راح يزور عيلة كريجس هون اللي عبارة عن أب واسمه جاك وأم اسمها إيمي وابنهم اللي اسمه تومي، وكان في ضوء غامض جاي من بره. وبدأ يحسوا بالقلق وهم نايمين، والسفينة صحت تومي من النوم، وجيك سمع مراته وهي بتصرخ وهي نايمة وكان قلقان جدا وحاول يصحيها. وبعد كده راح يطمن على ابنه وشافه في الورشة وكان بيتصرف بطريقة مريبة وغريبة، ولما حاول يقرب ساعتها ابنه زقه بعيد بقوة غريبة ناحية الحيطة. وفي تاني يوم جيك قال لمراته على اللي حصل في الورشة وقالها ان تصرفات ابنهم بقت غريبة جدا، بس هو كان مصمم ان هو ياخد ابنه لمستشار نفسي مع ان مراته كانت معترضة. وراحوا لوحدة اسمها بريتا، وفي اول جلسة ليهم بدأ تومي يقول ان هو بيشوف تخيلات غريبة وانه بيروح كل شوية مكان غريب في خياله عبارة عن ضلمة بس حر جدا زي ما يكون يعني ورا الشمس. وبدأت المستشارة تسأل اسئلة اكتر، وساعتها بدأ تومي يصرخ ودماغه كانت وجعاه جدا وبدأ يمسك ودنه وخرج من الأوضة، وساعتها أهله كانوا مرعوبين جدا. وبدأت السلسلة اللي حوالين رقبة بريتا تخنقها جامد وما كانتش عارفة تتنفس خالص وكانت خلاص هتموت،
لحد ما فكت السلسلة بسرعة على آخر لحظة. وبعد كده تومي لمس بطن أمه وقال لها إنها حامل في بنت، بس أمه كانت مستغربة علشان هي عارفة إنها مش حامل. وبعد كل اللي حصل ده بيريتا قالت لهم إنهم لازم يراقبوا ابنهم كويس في البيت وما ينفعش يخرج دلوقتي خالص. وبعد كده بنشوف إن في صحفيين كتير راحوا عند مزرعة ريكي عشان عاوزين يعرفوا التفاصيل الجديدة للفضائي قالها له. ولما خرج ريكي عشان يتكلم معاهم بدأ عروق إيده تظهر بألوان وشكل غريب كده وبدأ ينهار على الأرض، ونقلوه على المستشفى ودكتور قاله إن هو عنده مرض خطير. وساعتها عرف ريكي ليه الفضائي اعتذر له، وريكي عرف إنه قدامه وقت قليل جدا عشان يعيش. ورجعت إيلي البيت وحاولت تشغل كل الأجهزة الكهربائية عشان تعرف تتكلم مع الفضائي، بس للأسف محاولاتها فشلت. وفي تاني يوم بريتا راحت على كنيسة مهجورة بقالها فترة طويلة، بس المبنى كان في حالة كويسة، وبدأت تقول على حاجة حصلت لها بسبب عيلة تومي، والدليل على كلامها كان السلسلة. وساعتها كان قال لها إن دي قوة شريرة جدا وما ينفعش تكون موجودة على الأرض، وهي موجودة عشان تأذي البشر. وعلى الرغم من الظروف الصعبة دي الكائن فضل يشجع بريتا ويقول لها ما تستسلميش وهيتغلبوا على القوة دي بإيمانهم. وبعد 4 شهور أهل تومي جالهم خبر إن إيمي حامل فعلا، وابن ابنهم كان معاه حق. وعلى الرغم من الصدمة القوية دي إلا إنهم كانوا مبسوطين جدا بالخبر العظيم ده. وبدأت إيمي تفكر في أسماء لطفلهم وقررت إنها تسمي بنتها جينيفر. والغريب إن تومي كان عارف إن أمه هتسمي بنتها الاسم ده من قبل ما تقوله. وفي ليلة من الليالي بيرتا راحت بيت تومي عشان تقولها على كل حاجة اللي كان قالها لها، وساعتها شافت الضوء فوق بيت العيلة وحاول يعني تقول أدعية علشان الضوء ده يختفي. وبعد كده العيلة خرجت تقابلها وحاولت تحذرها من القوة دي، بس هم ما كانوش مصدقين كلامها. وفي وقت تاني في نفس الليلة بيرتا عرفت مرض ريكي من الأخبار يعني، وقررت إنها تزور مزرعته. ولما راحت له اتكلمت مع إيلي وقالت لها كل حاجة تعرفها. وفي الوقت ده دكتور بويس كان بيعمل حفلة خاصة في مكتبه وبعت موظف من اللي شغال عنده اسمه مورتون عشان يروح يعزم عيلة جيرجسون في كاليفورنيا. ودي كلها كانت تعليمات من الفضائي اللي عنده اهتمام شديد في العيلة دي. وبنشوف إن جيك كان متردد في الأول قبل ما يقبل الدعوة، بس وافق بسبب إصرار مراته. وبعد كده بنشوف ليلة الحفلة والقاعة مليانة أشخاص متشيكين بما فيهم يعني لي وراشيل. ولما عيلة كيرجسون وصلت الدكتور رحب بيهم جدا، وبعد فترة الموظف أخد تومي عشان لو عاوز يلعب، والدكتور أخد أبوه وأمه علشان يفرجهم على باقي المبنى. وساعتها جيك قابل ميلو بالصدفة يعني وبدأوا يتكلموا مع بعض، وميلو قال له إن المنظمة اللي كان شغال فيها قفلت من غير سبب وإنه لسه جاي هنا جديد. وساعتها جيك حس إن في حاجة غلط وراح يشارك مراته عن اللي سمعه، وكان عاوز يعني يجيب ابنه ويمشوا. وبعد كده دخل الكائن الفضائي وكان ضيف شرف في الحفلة، وطلع على المسرح وبدأ يقول إنه هو كان محتاج مساعدة الدكتور بويس عشان يبعت حيوانات في كواكب تانية ويتأكد إن في ينفع يعني حد يعيش فيها. وبعد كده الفضائي قال للدكتور إن هو يجيب إيمي أوضة التواصل عند لوحة الويجا عشان يتكلموا في موضوع معين. وبمجرد ما وصلوا هناك الفضائي حط إيد إيمي على اللوحة، وده يخليهم يقدروا يتواصلوا مع الطفل اللي في بطنها. وبدأت الرسائل تروح لما بدأ شعاع نور غامض يظهر من السماء، وحاول الدكتور إن هو يشيل إيد إيمي من على اللوحة علشان الموضوع بدأ يبقى مخيف جدا بصراحة، بس هي زقته بكل قوة ناحية الحيطة. وفي الوقت ده جيك راح ياخد ابنه من الموظف عشان يدوروا على مراته ويمشوا، بس ساعتها الفضائي كان متحكم في ابنه وبدأت يعني تصرفاته تتغير تاني لحد ما زق ابوه عند الحيطة بقوة. وبعد كده الولد رجع طبيعي وجري وهو خايف وكان عاوز ينتحر يعني ونط من فوق المبنى، ولما حاول يعمل كده ونط فعلا ما حصلوش حاجة وكان طاير فوق الأرض. وأبوه شافه وحضنه وطمنه إن كل حاجة هتبقى زي الفل وأحسن من الأول. وبعد كده إيمي رجعت لحالتها الطبيعية وجيك أخد عيلته وحاولوا يمشوا بسرعة من المكان. وبدأت إيمي تشتكي من وجع رهيب في بطنها، وفي الوقت ده ميلو كان حاسس إن الضوء ده هو السبب وراء تصرفات الفضائي وكل حاجة بتحصل لإيمي وابنها، وإن الفضائي بيستخدم اللوحة يعني عشان يبعت رسائل باللغة بتاعته لباقي الفضائيين بين الكويكبات، والرسائل دي بتروح لهم في المستقبل عشان يعرفوا كل التطورات اللي بتحصل.
وميل وراشيل بدأوا يعرفوا معلومات أكتر عن الضوء وفضلوا ليلة كاملة شغالين يعني، وعرفوا إن الفضائيين جايين من مجموعة كويكبات اسمها كارينا، وكانوا مبسوطين جدا بالاكتشاف العظيم ده. وبعد كده راح الفضائي لولاية ميسوري عند ريكي وقدم لهم يعني إزازة فيها علاج شافي، وقال لهم إن العلاج ده هيشفي ريكي تماما. وبعد كده بعدها بفترة قليلة بنشوف بيرتا وصلت هي كمان، وبدأت تتهم الفضائي إن هو ساب كل حاجة وحشة بتحصل على الأرض. وساعتها الفضائي اعترف لريكي إن المرض بتاعه كان هو السبب فيه، وكمان كان السبب في إن ريكي ما بيخلفش، وبدأ يبرر كل تصرفاته بإن دي كانت حاجات لازم تحصل مقابل أعمال الخير اللي عملها، عشان البشر كانوا خلاص هيدمروا بعض. والفضائي قال لهم إن أي طفل هيتولد هيواجه صعوبة جديدة في المستقبل القريب، وساعتها قرر إن هو يشيل قدرة الخلفة من ريكي علشان يتجنب المشاكل اللي هتحصل لطفله لما يتولد. بس بيرتا سمعت كل ده وبدأت تتعصب ومسكت البندقية وضربت بيها الكائن الفضائي وقتلته على طول. وساعتها بدأت تحس إن أكيد مشاكل العالم كلها هتنتهي دلوقتي. ومع ذلك بدأ ريكي بكل سرعته يستخدم إزازة العلاج الشافي اللي كانت معاه، وصحى بيها الفضائي وأنقذه هو على حافة الموت. والفضائي فعلا صحي من الموت تاني، وقال لبيرتا اللي كانت بتعيط إنها ست مؤمنة، ودي حاجة كويسة جدا، بس اللي جاي هيبقى صعب عليهم جدا. وفي وقت تاني في الليلة دي بيرتا شافت روح أمها وفضلت ماشية وراها لحد إنها وقعت من البلكونة وماتت على طول للأسف. وفي الوقت نفسه في المستشفى بنشوف إيما ولدت طفلة جميلة جدا، وطبعا قررت تسميها جينيفر زي ما كانت قالت، بس بنتها عينيها كان فيها لمعان أخضر وغريب جدا. وبنشوف إن عدى 4 سنين وجينيفر كبرت وبقت بنت جميلة، وكل بتاعها بقى قوي جدا وبقى فيه قوة غريبة بتأثر على عقول البشر. وبنعرف إن ميلو وراشيل بقوا بيحبوا بعض ومرتبطين، وكانوا بيسألوا بعض يا ترى المستقبل مخبلهم إيه. وبعد كده بنرجع على ولاية ميسوري وبنشوف إن ريكي لسه بيتعامل مع مرضه وبيزرع أجهزة صغيرة على دراعه بتكنولوجيا النانو. وفي وقت تاني بنشوف إن الفضائي راح يزوره في المزرعة وقالوا إن المرحلة الأخيرة خلاص بدأت. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ميلو وراشيل وهما بيتمشوا في الحديقة لحد ما شافوا بنت بترفع إيدها ناحية السماء وتقول اسم جينيفر. ومش بس كده، ده كل الأطفال اللي في الحديقة وأنحاء العالم بيعملوا نفس الحركة وبنفس الأسلوب، وحتى في شوية أطفال كانوا قدام بيت عيلة جريكسون وبيحاول يعني يدوروا على زعيمتهم جينيفر. وبين كده ان دي قوة جينيفر الجديدة، وهي انها تتحكم في عقول اي حد، وكمان بتعرف تشوف عوالم تانية غير العالم بتاعها. وساعتها اهلها كانوا قلقانين جدا من الموضوع ده وقرروا انهم ياخدوها ويروحوا لمكان اسمه اسينا الجديدة، وهناك البشر مختلفين وبيحبوا يعيشوا بالطريقة القديمة. ولما حاولوا انهم يسافروا في الطريق شافوا كل الاطفال واقفين في الطريق، لكن بتشوف جينيفر بتستخدم قوتها الغريبة وبتبعدهم عن الطريق، وأبوها وأمها اتفاجئوا جدا وكانوا خايفين. ولما كل ده حصل ساعتها ميلو وراشيل عرفوا ان كل الأطفال مرتبطين بعقل جينيفر، وكان بيحاول يتصل على جاك عشان يعرف منه معلومات أكتر ويساعدهم، بس جاك كان متجاهل اتصالاته علشان عاوز أطفاله يعيشوا حياة طبيعية بعيدة عن كل القوى دي. وبعد كده وصلت عيلة جريكسون لأسينا الجديدة وشافوا ان المدينة فعلا لسه جميلة زي زمان وما فيهاش أي قوة خارقة، بس المدينة زمان كانت مختلفة كتير وكان فيها أمراض وجرائم، واللي خلاها جميلة كده هو الفضائي. وبعد كده بنشوف إن عمدة المدينة اللي اسمه جاري هاليكروس رحب بيهم وقال لهم ما تقلقوش عشان المدينة دي دلوقتي بقت مختلفة كتير عن زمان، وبدأ ياخدهم ويفرجهم على المدينة كلها قبل ما يروحوا بيتهم الجديد. وبعد كده راحوا على بيتهم وجاك جاله مكالمة تاني من ميلو، والمرة دي إيمي أقنعته إنه يرد عليها، وفعلا وافق إن هو يرد. وساعتها ميلو طلب منه الإذن علشان يتكلم مع بنته جينيفر ووافق على طول. وبعد كده ميلو طلب من البنت الصغيرة إنها تبص في المراية وتشاركه اللي هي شايفاه في المستقبل بتاعها، وساعتها طلبت منه البنت إنها تقرب أكتر وبدأت توريله كل حاجة. وساعتها شاف إن في مستقبل كله ظلم ونار جاية على كوكب الأرض، والرؤية كانت قوية جدا لدرجة انها دمرت جهاز الاتصال بتاعه، وتفاجئ ميلو من القوة اللي شافها. وساعتها قالت جينيفر بصوت مرعب ان النهاية خلاص هتبدأ،
بس يا ترى الفضائي هيستغلها ويدمر كوكب الأرض ولا جينيفر هتبقى قوية وتنقذ الكوكب بنفسها؟ وبعد كده بنشوف ان ميلو عاوز يركب سفينة الفضاء ويدور على بيانات بنفسه، بس حبيبته راشيل بتقوله ان ده خطر وهي مش موافقة، بس هو أكد لها ان هو يرجع لها بالسلامة. وبعد كده الاتنين راحوا على عربية شحن وحاول ان هو يدخل في كيس مفهوش اي هواء خالص، عشان الاكياس دي بيستخدموها بينقلوا فيها الحيوانات الميتة، وودعته وهي قلبها مكسور وخايفة عليه. وبعد كده الشحنة اتنقلت للسفينة الفضائية لحد ما مشيت السفينة، وبنشوف في المزرعة ريكي هو بيعاني من ألم شديد جدا في كل جسمه عشان الأجهزة ما بقتش تجيب مفعول زي الأول، وفضل يصرخ على الأرض وحاولت إيلي تهديه بس فضل يصرخ باسم أنابيل. ولما إيلي سمعت الكلمة دي بدأ قلبها يتحطم من كتر الذل. وفي المرحلة دي بيرجع ريكي بالزمن وبيشوف نفسه في فندق فور سيزونز، وهناك بيبدأ يفتكر كل الذكريات الجميلة، بس ساعتها عرف ان ده كله خيال في عقله، وحتى الفضاء يحاول يخلي الوقت يمر ببطء على ريكي عشان يقضي وقت اكتر مع ذكرياته، بس ريكي رفض يفضل في الزمن ده وصمم ان الكلام ده كله مش حقيقي وان هو دفن كل الذكريات من سنين طويلة. وبنشوف في نفس الليلة ريكي هو خارج من بيته وفرد ظهره في الحديقة وفضل باصص على النجوم، وساعتها راحت إيلي تشاركه اللحظة دي، وبدأ ريكي يقول لها ان هو بيحبها اكتر من اي حاجة تانية. ولما كانوا بيتكلموا ساعتها بدأ ريكي يستسلم كده ببطء للمرض وغمض عينه. ومن الناحية التانية بنشوف عيلة جرجسون وهم مستمتعين بفيلم قديم في السينما، وفجأة الفضاء ظهر على الشاشة وبدأ يتكلم مع أهل الأرض كلهم للمرة الأخيرة، وقال لهم إن العصر الذهبي اللي عايشينه خلاص بينتهي، وقال لهم إن كل الأطفال اللي على الكوكب هيمشوا علشان يبقوا أبطال خارقين ومفيش أطفال تاني هتتولد يا سادة، وإن الناس الكبيرة لازم يتعايشوا مع الموضوع ده في سلام، وساعتها في جيل جديد هيتولد ويبقى العالم كله بشر خارقين. وفي اللحظة دي كان في واحدة ست حامل في المستشفى واترعبت لما شافت ابنها اللي كانت حامل فيه اختفى. وبعد كده بدأت جينيفر تطير في الجو وتتحرك ناحية السماء بشكل مرعب، وكل الأطفال كانوا طايرين وماشيين وراها من على الكوكب، وكل الأبهات والأمهات ما كانوش مصدقين اللي بيشوفوه، وكله كان بيعيط على فرق أطفاله. وبنشوف جيك وإيمي وهما بيتحالوا على ابنهم يفضل موجود معاهم على الأرض وما يسيبهمش، وراحت العيلة بسرعة تدور على عمدة مدينة أسينا، وشافوه قاعد في الكنيسة عند المقبرة اللي بنته اتدفنت فيها، وكان معاه قنبلة موقوتة وكان على وشك أنه يفجر أسينا الجديدة كلها. وبدأ يعبر أنه هو كان عنده أمل أن مستقبل الأطفال يبقى أحسن من كده بكتير، بس باين أن دلوقتي ما بقاش في مستقبل لكوكب الأرض. وبدأ جيك أنه يشجعه ويخليه ما يستسلمش، بس العمدة كان خلاص استسلم للأسف. وبعد كده إيمي شافت أن تومي مش موجود معاهم وخرجت تدور عليه وشافته وراحت له، بس لان الوقت الاضافي اللي كان بيقضيه هنا خلاص خلص وانه لازم يروح مع باقي الاطفال للمستقبل الجديد. وبدات ايمي تنهار وتعيط وتتحال على ابنها انه يفضل معاها، بس للاسف ابنها طار هو كمان للسما ناحيه الاطفال، وبكده يبقى اطفالها كلهم طاروا لفوق، وكان قلبها بيتدمر من الحزن. وبعدها راحت لجوزها علشان تحاول تهديه وتهدي العمده، وفكرتهم بأنهم عاشوا أيام حلوة على كوكب ده وكان العصر الذهبي فعلا جميل. وبدأ الزوجين يتكلموا عن أول مرة قابلوا فيها بعض ومسكوا إيد بعض لحد ما انفجرت القنبلة ودمرت المدينة كلها. وفي الوقت ده بنشوف جينيفر وهي واقفة على قمة التل وبتجمع كل الطاقات على الأرض، فهي الضوء شديد جدا وبعت الضوء ده للسماء. وبعد كده بنشوف ميلو في السفينة الفضائية وبيكافح عشان يعرف يتنفس ويخرج من الكيس، وحاول يوصل بسرعة الأدوية بتاعته وحقن نفسه بحقنة عشان يعرف يتنفس على السفينة. وبمجرد ما استقر ورجع يتنفس تاني ساعتها الكائن الفضائي رحب بيه على سفينته وأخده عشان يوريه السفينة، وبدأ يقوله إنه كان موجود على أرض بقاله 40 سنة وده ساعده يكتشف إن فيه كوكب تاني موجود في نظام كارينا. وبدأ ميلو يسأله عن مصير كوكب الأرض، وساعتها الفضائي وراله كوكب شكله مرعب وكله ضلمة ومليان نار وحمم بركانية، وقالوا إن ده مستقبل الأرض اللي كان متخطط له من آلاف السنين، وندي ببساطة نهاية العالم ومحتومة ولازم تحصل، وقالوا إنهم دلوقتي هيسافروا على كواكب تانية وينفع البشر يعيشوا فيها. وبعد ما مايلو سمع كل ده طلب منه إن هو عاوز يقابل العقل المدبر لكل اللي بيحصل ده، وفعلا الفضائي خلاه يروح في مكان كله أبيض في أبيض، والعقل المدبر كان شكل الظل البرتقالي لحد ما بدأ ياخد شكل
حبيبته راشيل علشان مايلو يحس بالأمان أكتر، وبدأ العقل ده يقوله إنهم متحكمين في مصير الأرض دلوقتي، بس هما ما بقوش محتاجينه في حاجة، والأطفال هي المستقبل المشرق. ومايلو سأله لو البشرية كده كلها انتهت، وساعتها بدأ يشوف انعكاسات كتيرة لظل راشيل، والضوء كان شديد جدا لحد ما بدأت كل حاجة توجعه. وساعتها راح في النوم، ولما صحي كان عنده 85 سنة، وفعلا الفضائيين اتخلوا عن الأرض وسابوها، والبشر كلهم انقرضوا، وبكده مايلو بقى هو آخر إنسان عايش. ومع ذلك كل الفضائيين كانوا عاوزين يساعدوا مايلو، وجابوا له جثة حبيبته راشيل المتجمدة بقالها سنين. وساعتها مايلو أخد السلسلة بتاعتها، بس جسمها بدأ يتكسر لقطع صغيرة، وساعتها قلب مايلو الحزين كان بيتكسر هو كمان من المنظر اللي شافه. بس الفضائي قال له إن حبيبته هتفضل في عقله على طول، وهو يساعده إنها تفضل حواليه دايما. والفضائيين عرضوا على مايلو إن هو يعيش معهم على السفينة بتاعتهم ويشاركهم في كل تجاربهم، بس مايلو رفض وكان عاوز يرجع لكوكب الأرض عشان يبلغ عن النتائج اللي وصلها كعالم فيزياء فلكية. ولما رجع الأرض بنشوفه قاعد على كنبة قديمة وحالتها صعبة في وسط المدينة المتدمرة، وبدأ يوثق كل حاجة ويبعت الفضائيين لو في أي معلومات جديدة بخصوص أي حد عايش على الأرض. بس للأسف ملقاش حد عايش، وطلب من الفضائيين إنهم يحفظوا كل ذكرياته وكل الحقائق العلمية اللي اكتشفها ويسجلوها عندهم في الأرشيف عشان أكيد ممكن تفيد حد في المستقبل. وبعد كده مايلو شاف جينيفر وهي بتحاول تستخدم أي طاقة حياة موجودة على الأرض، وساعتها بدأت الأرض من تحت مايلو شكلها تتغير، وما كانش فاهم اللي بيحصل وكان خايف جدا، وبدأ يدعي وينادي على الفضائيين وطلب منهم الأمنية الأخيرة قبل ما يموت، وهي إنهم لازم يحفظوا ذكرياته حالا علشان ما بقاش قدامه وقت كتير. وفجأة الفضائيين حاولوا يحسسوه بحاجة حلوة قبل ما يموت، ويفكروه بكل ذكرياته لما كان صغير وكان لسه مريض وقاعد على كرسي المتحرك، والعالم كان جميل وبسيط جدا في الفترة دي. وفي لحظة الكوكب انفجر وتحول لمجرد شظايا صغيرة جدا، ودي كانت نهاية البشرية المأساوية. وبعدها الفضائيين طاروا بعيد عن الكوكب وراحوا يبدأوا حياة جديدة على كوكب تاني مع الأطفال الخارقين. بس كده يا سادة بنكون خلصنا العظمة بتاعتنا، وأشوفك في العظمة اللي جاية.